جعلت الفنانة أنغام حالة الجدل التي أثرتها في اليومين الماضيين بسبب تصرفها مع الفنانين سامر المصري وديما قندلفت اللذين سلماها جائزة الفنانة المفضلة في حفل توزيع جوائز جوي أوردز بالرياض السبت الماضي. لكن أنغام قالت على المسرح إنها تمنت أن يسلمها الجائزة رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، لتعلق قندلفت على الموقف بتغريدة معتبرة أن أنغام قد خانها التعبير بسبب الارتباك. أما أنغام لم تعلق على الموقف، ووجهت شكرها عبر تويتر لجمهورها والقائمين على الجائزة، ونشرت صوراً من التكريم من بينها صورة برفقة الفنان سامر المصري، في حين لم تظهر ديما قندلفت في أي من تلك الصور. وفي رد غير مباشر على الجدل، أعادت أنغام نشر فيديو لها مع أغنية حلو عن سمايا للفنان حسين الجسمي مع تعليق كل يمسك لسانه.